مساء الخير على حضراتكم جميعا. بنرحب بمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية دكتورة مايا مرسي. مساء الخير عليكم، سعيدة جدا جدا بالتواجد معكم النهاردة في مهرجان العالمين أو العالم عالمين. شكرا أستاذ عمرو الفقي على الدعوة الكريمة، وشكرا لكل المجهودات الموجودة في هذا المهرجان العظيم. خلوني أبدأ ببعض الرسائل السريعة. إن الإرادة السياسية حولت العالمين إلى من أكبر حقل الألغام إلى فرص ومشروعات. وإذا كان ما يسمى النهاردة العالم عالمين أو مهرجان العالمين هو صميم عملية تنمية، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، فرص عمل موجودة في مكان مهم جدا جدا بالنسبة لمصر. العالمين أصبحت مدينة كل المصريين والمصريات بكل الفئات والأعمار، موجود ليهم خدمات هنا. النهاردة شايفة مهرجان نبتة اللي إن شاء الله هيفتتح في يوم 15 أغسطس، وإنما في أنشطة رياضية، في أنشطة ثقافية، في فن، في مزيكا، في مسرح، في كثير من كل اهتمامات الأسرة المصرية. وبالتالي حتى الشاطئ اللي موجود النهاردة لذوي الهمم وأسرهم إن شاء الله كمان نشتغل مع المتحدة بإذن الله نقدر نطلع رحلات للدور الرعاية اللي منوطة بها أو خدمتها وزارة التضامن. مهرجان العالم عالمين استثماره في القوة الناعمة لمصر والاهتمام بالفنون والموسيقى والمسرح وفنون الطفل يعزز تماسك ورقي المجتمع المصري. القوة الناعمة اللي مش شايفينها النهاردة هنا والتجمع ووجود الأسر المصرية وفرحة الأطفال وفرحة البنات وهم بيلعبوا في مكان آمن ومطمئنين وأسرهم مطمئنة عليهم، ده مؤشر مهم جدا جدا لأي أم أو أي أب ممكن يجيبوا أولادهم لهذا المكان. النشاط الكبير اللي بيحدث النهاردة في الساحل الشمالي سيكون له عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري ويؤثر في خلق مزيد من فرص العمل ويحقق قيمة مضافة لأصول الدولة. النهاردة شايفين مشروعات كبيرة اقتصادية بتزود من دخل الدولة المصرية، ولكن كمان بتزود من دخل الفرد المصري في العمل في هذه المشروعات. وزارة التضامن تثمن الدور الكبير للشركة المتحدة التي أصبحت إحدى ركائز صناعة القوى الناعمة، ونجاحها يضمن لمصر الريادة الإعلامية والفنية في المنطقة. دوركم مش سهل خالص ولا سهل ولا هو صعب، انما هو انتم القوة الناعمة لمصر، انتم اللي هتدوا ريادة للفن والاعلام والدراما المصرية اللي تحط على السوق في محطات كثيرة. ولكن انا محبتي للمتحدة مجروحة، انا المتحدة وقفت معايا من اول لحظة اشتغلت فيها في المجلس القومي للمرأة. المتحدة عملنا معاها شغل كبير جدا جدا، من مسلسلات، من إعلانات، من أغاني، من احتفالات. خلت دور المرأة المصرية في الدراما دور مهم، أو قضايا المرأة المصرية في الدراما قضايا مهمة جدا. وكمان السنة اللي فاتت دخلنا مع المجلس القومي للمرأة بمسلسل نورة كرتون، وإن شاء الله نشتغل مع بعض أكثر وأكثر في الفترة القادمة. الشركة المتحدة قدمت أفكار إبداعية مهمة زي ما ذكرت هذا العام، وهنتعاون بإذن الله في أنشطة كثيرة، منها معرض الأسرة، تنمية مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في أكثر تقريبا من 80 عارض وعارضة، وفي مشروعات خاصة بوزارة التضامن، في الصندوق العلاج الإدمان، في صندوق عطاء، في بنك ناصر وتقديم خدمات بنك ناصر. وإن شاء الله السنة دي بنقدم الخدمة ل 80 عارض وعارضة، ولكن إن شاء الله السنة الجاية اتفقت مع عمرو بيه الفقي إن احنا نوسع كمان القاعدة بإذن الله لعدد أكبر وأكبر من العارضات والعارضين. هنعلن النهاردة من قلب مهرجان العالمين، ونتعود يا رب كل سنة إن يبقى فيه أخبار سارة على كل الأسر المصرية. الخبر الأول وبنعلنه من قلب مهرجان العالم عالمين، بشرى سارة بإذن الله 50,000 أسرة سيتم ضمهم لبرنامج تكافل وكرامة، ونعلن بإذن الله أننا وضعنا خطة طموحة بدعم من القيادة
السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في تكافل وكرامة بإذن الله، بإذن الله في خلال 3 شهور القادمة. نعلن أيضا أنه سيتم تسليم 20,000 بطاقة خدمة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس، وأننا اتفقنا بإذن الله مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وعلى توحيد لجان الكشف الطبي والكشف والوظيفي وتسهيل الإجراءات لأصحاب الهمم، وهذا على رأس أولويات الوزارة. إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من تعاطي الإدمان إن شاء الله أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة بإذن الله خلال الأسابيع المقبلة، والتوسع في التوعية في المدارس، ونستهدف هذا العام بإذن الله 10,000 مدرسة، هنكشف على 10,000 سائق أتوبيس حافلة مدرسية قبل العام الدراسي القادم بإذن الله للإطمئنان على أولادنا واللي بيسوقوا لأولادنا في المدارس. عايزة أحيي مهرجان العالم عالمين على إعلانه التضامن مع أشقائنا في غزة والتبرع بنسبة كبيرة. أنا سمعت أنه فوق 60% من الأرباح بتستهدف قطاع غزة بإذن الله، وعايزة أقول لكم أن مصر دخلت في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر والتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي 80% من المساعدات، 80% الإجمالي من المساعدات اللي قدمته مصر، تبرعات من الأسر، تبرعات من الجهات المعنية، مجتمع مدني، قدمنا ربع الخدمات على مستوى العالم. النهاردة كمان مهرجان العالم عالمين بيؤكد على مساندة أهالينا في غزة، وشايفة علم مصر وفلسطين يعني موجودة على كل الأيقونات وكل البانرز اللي موجودة في المهرجان. بشكر الصديقة العزيز الأستاذ عمرو الفقي على كل المجهودات اللي متقدمة النهاردة في المهرجان، واتمنى له النجاح. النهاردة المهرجان عامه الثاني، ولكن أنا عارفة أن في خلال 2-3 سنين إن شاء الله هيبقى من أكبر المهرجانات في المنطقة، وبأحيي مرة تانية المتحدة وفريقها من عمرو بيه لأصغر يعني زميل موجود في المتحدة بيقدم هذه الخدمة عشان تخلوا فرحة مصر وفرحة كل أسر المصرية بالخدمة اللي بتتقدم في مهرجان العالمين. بشكرك ومبروك عمرو بيه. شكرا. الحقيقه انا اللي عايز اشكر دكتور مايا على تشريفها لينا هنا النهارده، والحقيقه انا رحت بصيت معاها، كانت بتبص على المعرض بتاع الاسر المصريه، حاجه رائعه وحاجه جميله، وانا بدعو كل الناس انها تيجي تزور المعرض، لانه يعني الـ 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 الحقيقه ان دي كل ست مصريه وكل اسره مصريه تعبت في البرودكتس بتاعتها تستاهل ان احنا نروح ونزور المعرض. دكتوره مايا، احنا يمكن تعاوننا مع دكتوره مايا من ايام المجلس القومي للمراه، وزي ما هي قالت قبل كده احنا عملنا مع بعض مسلسلات، واعتقد المسلسلات دي ساهمت في قوانين كمان، ويعني الحقيقه التعاون مع الدكتور مايا ما بيتوقفش، التعاون مع الدكتور مايا مثمر، ودايما في اهداف، واهداف واضحه واهداف للتنميه، والحقيقه احنا بنبقى سعاده في التعاون ما بيننا وما بين دكتور مايا ومع وزاره التضامن كمان. بس يا دكتور مايا، ومتشكرين على حضورك معنا. انا عايزه بس افكركم افتتاح المعرض المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه ان شاء الله يوم الاربعاء بالتعاون مع المجلس القومي للمراه، ففي تعاون يعني شغالين مع الجهتين، وبنشكر المجلس القومي للمراه ايضا بالتعاون السريع في المشروع او المعرض اللي هيقام لاول مره، وان شاء الله يكبر السنه الجايه باذن الله. المعرض اللي بنعمله النهاردة مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية زي ما ذكرت فيه أكثر من 80 عارضة، وعمرو بيه قال إن دول سيدات ورجال بيعملوا مشروعات معظمهم من بيوتهم، معظمهم عايزين فرصة لترويج أكثر للبضاعة الخاصة بيهم، ويمكن كمان بيحلموا بالتصدير، وده اللي احنا عايزين نساعدهم فيه في المرحلة القادمة. دي كانت البداية مع المتحدة أو مهرجان العالمين في هذا العام، ولكن
يعني احلامنا اكبر من كده ان شاء الله. ويمكن فكرت انا وعمرو بيه ان احنا ليه ما نعملش دوري رياضي للمتحده ويبقى اسمه المتحده في العالم عالمين في المهرجان، يبقى في مسابقات رياضيه، في سيدات بتلعب رياضه، في شباب بتلعب رياضه، في شايفه البنات كلها بتهز راسها، في اطفال جايه ومستهدفه ان هي تدخل في هذا الدوري بألعاب مختلفة، كرة قدم ممكن، شايفة بادل تنس ممكن، يبقى تنس نفسه ممكن، يبقى يعني تشيس شطرنج ممكن، يبقى أفكار كتيرة قوي. ولكن عايزين كده السنة الجاية نستهدف أن يبقى عندنا دوري المتحدة بإذن الله، وإحنا على أتم الاستعداد نشارك بفريق التضامن، عندنا فريق للرياضة. النقطة الثانية اللي إحنا هنشتغل فيها أكثر في هذه الفترة إن شاء الله نلحق، هو ان ندي فرصة لدور الرعاية اللي فيها يعني اطفالنا وابناء مصر ان يقدروا ييجوا يستمتعوا بالشاطئ اللي موجود في شاطئ المتحدة الموجود في العالمين، فنقدر ننسق رحلات. يمكن يعني هنحاول نلحق نجرب تجربة السنة دي، انما من السنة الجاية بإذن الله هيبقى في خطة منظمة ان نطلع دور الرعاية ويمكن كمان دور المسنين اذا قدرنا للشاطئ وللعالم للعالمين بإذن الله. فدي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة اللي انا عندي نقطة ضعف فيها جامدة جدا هو نبتة، وهذه يعني البيبي الجديد للمتحدة أنا شايفاه بيبي مهم جدا، طفل مهم جدا، لأن إحنا عايزين يبقى فيه إنتاج أكثر للأطفال، إنتاج مصري، إنتاج برسائل مصرية، ونقدر ناخد المساحة اللي أطفالنا قاعدين بيتفرجوا على منتجات كثير منها منتجات أجنبية أو غريبة أو غربية علينا، فيبقى عندنا ضخ هذه المواد الكرتونية في السن الأصغر. إنما كمان نبتة هيعمل تدريب لريادة الأعمال، هيعمل تدريب للتمثيل، ويمكن نكتشف بقى أطفال موهوبين في هذا المهرجان. المهرجان ده لو الأطفال لو كمل بنفس المستوى للأعوام القادمة واكتشفنا موهوبين واكتشفنا مواهب للأطفال، هيبقى طول عمرهم فاكرين إن اللي اكتشف موهبتهم المهرجان ده. ده مهم جدا جدا، انت بتطلع كل الطاقة اللي ممكن تكون موجودة عند أطفال وما عندهمش المساحة إن يظهروها. فأنا من أكثر الحاجات اللي أنا سعيدة بيها هو نبتة، مهرجان نبتة بإذن الله، والكاركتر اللي اخترعوه جديد كيكو، هم عندهم دايما أفكار جديدة، وسعيدة إن عندنا كاركتر زي شخصية زي نورة البنت المصرية الجدعة الرول موديل، القيادة الحلوة اللي تقدر كمان بنات تتشبه بيها، وساعدتنا فيها كتير المتحدة، وإن شاء الله يخرجوا بالموسم الثاني طبعا غير يحيى وكنوز وغير كل البرامج، ولكن ضخ أفكار كرتونية تقدر تساهم في تعليم الأطفال، أعتقد المتحدة قامت بيه باقتدار صراحة. ندى سرون مراسلة إكسترا نيوز، في البداية حابة أرحب بحضرتك، وكنت عايزة أسأل يعني وزارة التضامن بتشارك في حملة إيد واحدة، وتعتبر الحملة يعني من ضمن استراتيجية التعاون ما بين جميع الوزارات وجميع مؤسسات الدولة، فكيف يتم التعاون في هذه الحملة حملة إيد واحد؟ أولا الحملة دي حملة فكر فيها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. التحالف الوطني ده أول تجمع يعني قوي للمجتمع المدني الأهلي، تقريبا 36 كيان تنموي وراهم آلافات مؤلفة من الجمعيات الأهلية. الفكرة كانت ان احنا ننزل يعني التحالف الوطني مع وزارة التضامن مع الهلال الأحمر مع كافة الشركاء المعنيين، نقدر ننزل ندي خدمة سريعة ومواد غذائية لمدة 6 شهور يعني لغاية آخر السنة بإذن الله على 1.5 مليون أسرة. النهاردة التحالف الوطني ووزارة التضامن بيشتغلوا جنبا إلى جنب، أولا عشان نعرف الاحتياجات اللي محتاجاها الأسر، فما نقدرش ما نديش لأسرة حاجتين يعني خدمتين وأسرة تانية ما بتاخدش أي خدمات، فنقدر نبقى عندنا خريطة متكاملة من الخدمات بالتعاون مع التحالف الوطني. التحالف الوطني كمان بيساعدنا في تقديم يعني 500,000 أسرة بيكملونا في تكافل وكرامة. فالنهاردة لو في 4.7 مليون أسرة بتقدمها وزارة التضامن، 500,000 أسرة
بتقدمهم بيتقدموا بالتحالف الوطني، فبالتالي فوق 5 مليون أسرة بنجتمع فيهم مع بعض. أما بيحصل خطة وطنية للتخارج بقى من دائرة الفقر للأسر، هو ده الأهم، إن احنا نعود الأسر مش بس على إن هم ياخدوا تكافل وكرامة، ولكن كيفية الإنتاج وكيفية الخروج من العوز. وبنشتغل مع التحالف الوطني بإذن الله بخروج خطة تمكين اقتصادي كبيرة. إيد واحدة على فكرة مش مبادرة، إيد واحدة فكرة إن كل الناس تشتغل مع بعض إيد واحدة عشان نقدر نقدم أحسن خدمة ونستهدف الأسر اللي محتاجة الخدمات الحقيقية، وبالتالي نكمل بعض. ما فيش داعي لأي نوع من الاستهداف المتكرر، لأن يعني مواردنا محدودة، ولكن التكامل مع بعض هو معناه إيد واحدة. فإن شاء الله مكملين إيد واحدة. يمكن النهاردة بنشتغل على التوزيع المواد الغذائية، ولكن بإذن الله هنكمل إيد واحدة في كثير من الأنشطة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مساء الخير يا دكتور، برحب بحضرتك. أنا محمد شاهين مراسل قناة سي بي سي، وحابب أسأل حضرتك عن خطة ورؤية الوزارة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للعاملين داخل المدن الجديدة وكل محافظات الجمهورية، لأنه مهرجان العالمين في بداية التجهيزات ليه وفر حوالي 50,000 فرصة عمل، فخطة الوزارة تبقى إيه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للعاملين في المدن الجديدة؟ احنا بنتكلم على تمكين اقتصادي او شراكة مع القطاع الخاص، ودي نقطة مهمة جدا، ان اللي انتم شايفينه قدامكم كله شركات صغيرة قطاع خاص في مختلف المجالات، وبالتالي انت قلت كل الاعداد من الفرص العمل. المهم ان مش ان وزارة التضامن هي اللي توفر فرص العمل، المهم ان الاقتصاد يستمر في هذا النهج باعمال كثيرة، فيبقى عندك فرص عمل متتالية. اهم حاجة ان انت لما يبقى عندك فرصة عمل ادفع التأمينات. انا مش هديك مظلة، انت عندك فرصة عمل تتأكد ان شركتك بتدفع اللي بتشتغل معاها بتدفع حصتك من التأمينات. دي اهم حاجة. مظلة التأمين في مصر ان شاء الله بإذن الله بتوجيهات السيد الرئيس بإذن الله بنشتغل على دراسة لدخول الأسر الأولى بالرعاية في المظلة التأمينية بإذن الله، تأمين صحي، وده الأهم في هذه المرحلة. إنما بالنسبة لشاب زيك اتأكد مرة مليون مرة اتأكدوا إن الشركات اللي بتشتغل معاكو أو بتشتغلوا معاها بتدخلكم في التأمين وتدفع عنكم التأمين. مهم قوي، مش الوزارة اللي هتقدر توفر لك الحماية، إنما أنت اللي هتقدر تحمي نفسك بالعقود اللي تقدر تبقى حمياك ودافع التأمينات. النقطة الأهم كمان إن أنا سعيدة جدا بعدد الشباب اللي بيشتغل، أفكار كتيرة، مهرجان العالمين خطوة تشتغلوا فيها. المهم إن احنا نكمل هذا العمل وما نبطلش نشتغل، ما نستناش وظائف، أفكار شباب بيطلع أفكار عظيمة، والأهم إن انت يبقى عندك القدرة على الإنتاجية، هي دي الحماية الاجتماعية. أنا أقدر أديك إيه بقى؟ أقدر أديك تدريب، أقدر أديك تأهيل، أقدر أديك توعية، إنما خلي بالك إن شركتك تأمن عليك، ما يزوغوش. تفضل. مساء الخير، كريم بيبرس القناة الأولى. أهلاً وسهلاً. حضرتك اتكلمتي عن حاجة مهمة جداً، وهي فكرة ذوي الهمم والتيسيرات طبعاً اللي بنقدمها لذوي الهمم. طبعاً. شاركوا كمان في المهرجان في كرة السلة، شاركوا في الفولي شفناهم. ايه التحديات اللي حضراتكم واجهتوها عشان تيسروا الحاجات دي لذوي الهمم، وايه الخطوات الجايه عشان ندمجهم اكتر معانا سواء في المهرجان او بشكل عام في العالمين؟ يعني انا اعلنا من كام يوم كده ان بطاقه الخدمات المتكامله ان شاء الله هتبقى لجنه واحده فيها كل الهيئات، منها وزاره الصحه، وزاره التضامن، التأمينات، التأمين الصحي، كله في مكان واحد زي وان ستوب شوب كده، عشان يقدر ذوي الهمم يقدروا يطلعوا الكارنيه وما يتكررش الزيارة، لأن طبعا ممكن كانت تكرر الزيارة تقريبا 3 مرات. النهاردة هيبقى كلهم موجودين في مكان واحد، فده أول تسهيل. النقطة التانية اللي أنا ذكرتها أن هنطلع كل البطاقات اللي موجودة عندنا اللي كانت فيها بعض التأخر، يعني فتقريبا في المرحلة دي هيطلع 20,000 بطاقة، كان في تأخر فيهم بس الحمد لله حلينا المعضلة. النقطة الثالثة هي الوعي الأهالي. من أهم الحاجات اكتشاف الأسرة
للإعاقة من فترة من بدري قوي، فإحنا بنشتغل على توعية الأسر بالإعاقة اللي ممكن تبقى إعاقة، فبالتالي ممكن بعض الحاجات نلحقها بدري فما يتضرش الطفل أو الطفلة فيها. آخر نقطة هي التأهيل كمان للأهالي لو عندهم طفل ذوي إعاقة وإزاي يقدروا يتعاملوا معاه. وطبعا في الجامعات بنفتح بنقدر نغطي طلب المساعدين في الإشارة، خاصة لو الطالب عنده إعاقة فبنوفر له هذه الخدمة. اللي أنا شايفاه النهاردة في العالمين هو فتح أفاق مختلفة لذوي الهمم، الشاطئ اللي مفتوح والرحلات اللي بتيجي وتستمر هذه الرحلات، ده فرصة يعني حلوة، وإدماجهم في كل الأنشطة مهم جدا. أعتقد المتحدة واخدة بالها إن هيبقوا مدمجين في نبتة، هيبقوا مدمجين في المسرح، هيبقوا مدمجين في كافة الأنشطة، ونشتغل أكثر وأكثر. المجتمع النهاردة بقى واعي وعنده وعي كافي بالأسر واحتياجاتها لو عندها ذوي إعاقة، وكمان الخدمات اللي موجودة دلوقتي. نشوف إيه ده، في رامب هنقدر نطلع الكرسي ولا ما فيش؟ طب هيوصل للشاطئ إزاي؟ لقيت المتحدة عاملة الممر الخشبي علشان يقدروا أبنائنا اللي عندهم اللي على كراسي عندهم إعاقة يقدروا يمشوا على هذا الممر إلى الوصول إلى الشاطئ. الاكسسبيليتي أو الإتاحة يعني بناخد بالنا منها، وإن شاء الله كل سنة هتلاقوا تطور في هذا العمل في قلب العالمين بإذن الله، أو المهرجان يعني. تمام، أشكركم، شكرا، وكل سنة وانتم طيبين، وعبال كل سنة إن شاء الله. شكرا.